رياكشن جديد على بوم سينما. هنكمل باقي سلسله التريلرز اللي احنا عاملين نتفرج عليها. خدنا تقريبا بتاع 4-5 تريلرز كده كلهم ورا بعض، وتقريبا فاضل لنا بتاع تريلر او تريلرين جنب ورا بعض. يعني لسه فاضل لي التريلر بتاع النهارده، ولسه فاضل لي 2 تريلر بتاع فيلمين مصريين. يعني الفيلم اللي احنا هنتكلم عنه النهارده هو فيلم ذا كول. ده المفروض ان هو هينزل السنه دي 2020. المفروض نتفرج عليه السنه دي في 2020. المفروض ميعاد عرضه في اكتوبر، اللي هو يعني المفروض اللي هو هالوين بقى وكده. يعني الفيلم ده بصوا يعني انا مش مهتم بيه، بس قررت اعمله تريلر رياكشن عشان سببين. لان البطوله بتاع بطوله الفيلم ده هي لين شاي دي اللي ما يعرفهاش، هي اللي كانت الوليه العجوزه اللي كانت بتطلع في انسيديوس. على طول مخدوده، وانا بصراحه بحب تمثيلها وبحب يعني ادوارها في افلام الرعب. يعني تمثيلها في افلام الرعب بصراحه واو. وكانت طالعه تقريبا برضو في ذا جرادج، فيلم الفاشل اللي هو كان اسمه ذا جرادج، الاخر فيلم اللي كان نزل ده. يعني الفيلم بصراحه كان وحش جدا جدا جدا، وكان جايبينها تقريبا بروباجندا بس وخلاص، هي عشان مرميه في اي فيلم رعب. فايه اكتر واحده بتعمل شغل في افلام رعب، فهاتها وحطها هنا هتعمل احلى شغل. ده السبب الاول. السبب الثاني ان في توبن بيل ده اللي هو جيكسو، الراجل العجوز بتاع جيكسو، جايبينه في الفيلم ده. فانا حاسس ان هو كومبو هيبقى حلو ما بينهم هما الاثنين. فده اكتر حاجه متحمساني بالنسبه للفيلم. يعني ولا اخراج مين ولا اسمه ايه او بيتكلم عن ايه، اكيد وش هيبقى هورر. طالما جابوا الست دي اعرفوا ان الفيلم هيبقى هورر. فالكومبو اللي ما بين ليان شاي وتوبن بيل الاثنين مع بعض ده غريب شويه يعني. وبصراحه عاجبني قوي الكومبو اللي هو الاثنين مع بعض دول. كاست اللي معانا يعني غير الاثنين دول، الباقيين برضو انا ما اعرفهمش بصراحه. بالنسبه لي دي كلها ناس جديده، ما اعرفش مين هم. تشستر راشينج وارين ساندرز مايك مانينج، ما اعرفش مين كل دول بصراحه. حتى المخرج الفيلم انا ما اعرفوش برضو، اول اسمع عنه، اسمه تيموثي وودوارد جونيور. فانا ما اعرفش ده مين. ده كان معظم الافلام اللي كان عاملها برضو افلام مش معروفه. ممكن يكون الفيلم الوحيد اللي عمله معروف هو الفيلم اسمه ذا فاينل ويش، وكان فيه برضو نفس الوليه دي اللي هي الوليه العجوزه بتاعه فيلم انسيديوس، بس قالوا الفيلم مش حلو خالص. يعني حتى اخد ريتنج برضو مش حلو خالص. اللي هي لين شاي يعني موجوده برضو في فيلم من افلام الراجل المخرج ده اسمه ذا فاينل ويش، كان فيلم من 2018 على ما اعتقد. فانا متحمس اشوف التريلر بصراحه، ما اعرفش بقى هيطلع حلو هيطلع وحش. يعني انا ونصيبي بصراحه زي ما بيقولوا. يعني ده اكبر دليل يثبت لي ان انا حبي في الافلام ان انا بعمل تريلر رياكشن لحاجه ممكن تكون اساسا يعني مش في دماغي او مش حاببها بمعنى الاصح. يعني هي ممكن تريلر يطلع مش حلو، وممكن الفيلم يطلع مش حلو برضو. بس انا متحمس اشوف توبين بيل بصراحه، وحشنا ان هو يبقى موجود في سو، فاخيرا هيطلع في فيلم تاني حاجه تانيه غير سو. يعني طبعا كالعاده ما اشوفش تريلر ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره. يلا بينا. I loved Edith more than life. Edward, you are my fresh air. When you get here, I dragged the new kid to have some fun with us. Where are we going? It's an old tradition. Going somewhere? Oh, I'm sorry, old hag. You are lucky my husband is not here. He would shoot you. Now get out! Hello, Christopher. I'm giving you a choice. I'm sorry to hear about your wife. She included you all in her. The money will be yours in the morning. Who are we calling? My wife. She had me bury a phone with her. Somewhere. The call. It was like I was transported. I'll get a supper. Get on the phone. Devastating to her. What do you want? Vengeance. بجد واو. انا التريلر بجد حلو قوي. انا عن نفسي انا كعمر او كريفيور او بني ادم بيحب الافلام عادي،
انا بحب جدا نوعيه الافلام دي، وبالذات وانا قاعد بتفرج يعني اجواء سو مش قادره تطلع من دماغي. يعني الراجل موجود والترابس موجوده، بس يعني اللي يغير بس ان هو اسم الفيلم متغير. يعني هو مش اسمه سو، هو اسمه ذا كول يعني، وترابس بقى وناس مفروض هتموت وناس هتتقتل واو. يعني انا بجد مبهور وفعليا بجد مبسوط ان انا عملت تريلر اكشن للفيلم ده، وما كنتش متوقع ان هو ممكن يعجبني. انا فعليا بجد يعني قاعد وانا بسمع صوت الراجل توبين بيل اللي هو جيكسو، يعني مش قادر اطلع الكاركتر سو من دماغي خالص، او جيكسو خالص من دماغي. يعني صوته محفور جوه دماغي. الراجل ده حرفيا اي فيلم يطلع فيه خلاص الراجل ده هو سو. يعني صوته محفور بجد، صوته مميز بطريقه غبيه. يعني انا شايف واحد من اكتر الناس اللي اصواتها بجد مميزه فعليا، زي واحد زي مورجان فريمان، يعني صوته مميز جدا. والراجل ده بجد اي حاجه يطلع فيها يعني تحفه. يعني انا الفيلم ده انا فعليا ممكن اشوفه، يعني على الرغم انا شايف الفيلم ده اندريتد بطريقه مش طبيعيه. والفيلم ده انا مش شايف ناس كتير اتكلمت عنه، وحتى التريلر الرسمي بتاع الفيلم اللي نزل اوفيشال تريلر، احنا لسه عاملينه تريلر رياكشن، منزلينه على قنوات غريبه ومش جايب فيوز كتير، فمش عارف ليه غريبه. يعني الفيلم انا شكله فيلم ده هيبقى حلو، وعلى فكره هيبقى شكله حلو كمان يعني في السينما. يعني الاجواء بتاعت السينما بتاعته والبرانكس يعني هو العيال اللي موجودين او الشباب اللي موجودين في الفيلم اللي هم كلهم جداد، حبوا ان هم يغلسوا عليه او عملوا حاجه ضايقوه، فهو بقى حب يضايقهم بس بطريقته بقى. يعني شغل شويه شغل حلوين بصراحه. هو المفروض نازل، المفروض نزل 2 اكتوبر صح؟ 2 اكتوبر المفروض ان هو نزل 2 اكتوبر، احنا النهارده 3 اكتوبر، يعني المفروض الفيلم نزل. يمكن ينزل الاسبوع الجاي او ممكن ينزل الاربعاء الجاي على ما اعتقد، يعني مش عارف. بس لا شكله الفيلم شكله فيلم حلو. انا عن نفسي انا اتشديت، يعني انا بصراحه انا كعمر انا اتشديت للفيلم. يعني ما اعرفش الناس الثانيه ممكن يكون شافت التريلر ممكن يكون ما عجبهاش، والله كل واحد رايه احترم وعلى راسي على عيني وعلى راسي من فوق. بس انا الفيلم ده شكله شدني وشكله عاجبني. يعني نسبة ترقبي للفيلم 9/10 بكل تأكيد. واو أنا مستني بصراحة الفيلم ده، بصراحة أنا مستنيه. بس ما عنديش أي حاجة تانية أقولها عن الفيلم. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم إن شاء الله. أشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقة عجبتكم، وما تنسوش برضو تعملوا سبسكرايب للشانل التانية اللي اسمها هوم ألون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن. ولو حابين تدعموا القناة ماديا هسيب لكم اللينك بتاع باتريون وباي بال في الديسكربشن. باي باي.